المركز الأولمبي بالمعادي بيشهد إقامة التحدي السادس والأخير لألعاب القوى، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو. ده بمشاركة عدد من لعيبة المنتخب الوطني اللي بيتنافسوا في بطولة الفرصة الأخيرة. مزيد من التفاصيل خلينا نتابعه في سياق التقرير الجاي. في إطار مجموعة من اللقاءات المتتالية، أقيم التحدي السادس والأخير لألعاب القوى بالمركز الأولمبي في المعادي والمؤهل لأولمبياد طوكيو، وذلك بمشاركة عدد من لاعبي المنتخب المصري لألعاب القوى يتنافسون في بطولة الفرصة الأخيرة. البطولات دي مهمة جدا. الفترة اللي فاتت احنا عملنا العديد من البطولات، ساعدت اللاعبين بتوعنا انهم يحطموا الارقام بتاعتهم وتساعدهم على التأهل سواء للأولمبياد او اللاعبين الناشئين. عندنا في بطولة العالم 20 سنة ان شاء الله في شهر 8 في كينيا، في 6 لاعبين مؤهلين من اللقاءات اللي احنا عملناها في خلال الموسم دوت، في خلال من شهر فبراير حتى شهر 6 2021. مشارك في الأولمبياد ده هدف كل لاعب، ومهما كان لو اشترك في الأولمبياد هيقول انا لاعب أولمبي واشتركت في أولمبياد كذا. ده القمة في الرياضة. فيعني أنا بنفرح كل ما العدد يزيد. تعد هذه البطولة الفرصة الأخيرة من أجل حسم التأهل للأولمبياد القادمة، ويقام التحدي بتنظيم لجنة الحكام باتحاد ألعاب القوى، والتي تقوم بإدارة اللقاء ليتم تسجيل النتائج وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لاعتمادها حتى تعلن أسماء الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو في قائمة نهائية. إحنا طول الوقت بنحاول يبقى في ملتقى تحدي موجود، لانه بيساعد او بيدي فرصه للعيبه ان هم يتاهلوا عن طريقه، لانه بيكون معتمد من الاتحاد الدولي او نتائجه معتمده من الاتحاد الدولي. كان عندنا النهارده العديد من المنافسات، في رمي طبعا، عندنا اطاحه المطرقه، عندنا برضو رمي الجله، عندنا برضو قصف القرص، عندنا برضو كمان رمي الرمح. كل المنافسات دي اي لاعب بيقدر ان هو يحقق الرقم التاهيلي فيها بيتاهل على طول طوكيو. مبسوطه جدا لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه، حصلت لي دروبات كتير والكورونا وحصل لي كذا اصابه كده، فمبسوطه ان انا الحمد لله تاهلت دايركت، يعني كان حلم بالنسبه لي الحمد لله. احنا عندنا طريقتين للتاهل، في تاهيل رقمي، رقم معين الاتحاد الدولي حاطه اللي بيعديه بيتاهل على طول، وفي طريق تاني اللي هو الرانك، بياخدوا احسن 32 على مستوى العالم وبيتاهلوا. انا بالنسبه لي ماشي في الطريق بتاع الرانك مش بتاع الرقم. نتائج مشرفة وألقاب فردية وجماعية استطاع أبناء الفراعنة تحقيقها في بطولات سابقة تضع مسؤولية على عاتق أبطال مصر الحاليين لحصد ميداليات، تأتي عن طريق استعدادات لا تتوقف لإسعاد الجماهير ورفع اسم مصر عالياً في سماء طوكيو. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.